أعرش نفسك من السكر. ميو الحمد لله. الحين السكر كان عندك 400 والحين 135. 135 لا يتعدها ولا شيء. طيب ما تستخدم انسولين؟ ما عاد استخدم ولا شيء من الحبوب ابدا. لا انسولين ولا حميه ولا تسوي ولا شيء. ولا حميه ولا شيء. تاخذها الصباح قبل ما تشرق عليها الشمس. هذه اسمها ايش؟ شربة النيم. ايوه. النيم. وتغسله واللي على البخار تفرمه بعدين تطبخه. ايوه. واذا طلع كذا مخضري زي ما هي لا تحط عليه لا قليل ولا كثير، هو مر نهائيا مر. اها. وتشرب منها الصباح وبالليل، الصباح وبالليل، ما تغلق اسبوع كذا ولا اسبوعين ولا هو خلص سكر نهائيا. هو اغلى السكر بس انت بتستمر فيه ولا هو عالجك نهائيا؟ لا عالجني نهائيا، ولا عاد الحين لي 4 سنوات السكر عندي 35 لا عاد يرتفع ولا يرتفع. يعني انت استخدمته بس مره واحده؟ ايوه. وبعدها عالجك نهائيا؟ بعدها مره والله ما عاد جيته. ولا انسولين ولا حبوب ولا شيء؟ ولا انسولين ولا حبوب ولا شيء مره. وتاكل تمر وتاكل عسل؟ واكل عسل واكل كل شيء، انه 135 لا يتعدى، واللي وصل فيه به واحد البناني. اسمع شجره النيم. هذيك هي. ايوه هي شجره النيم، صورها. الله يسعدك، شكرا يا عبد.